شفنا في الدرس اللي فات كيفاش نقدروا نكتبوا conditions بالاف والالس اف الا بغينا نديروا بليزيور تيست وبالالس اللي كيتعتبر كفول باك. دابا غادي نشوفوا واحد النوع ديال الكونديشنز اللي كنخدموا بالترنري اوبريتورز اللي كيتسمى ترنري وغادي نشوفوا كيفاش كيتكتب الكودين. هاد النوع ديال الكونديشنز فين كينفع بزاف. الاف والالس اف والالس كيتعتبروا ستيتمنت كيف ما قلنا, والناس اللي ما عارفينش علاش كنهضر يقدروا يمشيو لا ديفيرونس ما بين الاكسبريشن والستيتمنت ويعرفوا بان الكونديشنز اف والالس اف والالس كيتعتبروا ستيتمنت وما يمكنش نستوكيوهم ونخدموا بهم مثلا في دي فاريابل سبيسيفيك وما يمكنش نخدموا بهم برياكت بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الكود ديالهم وسط الكوري بريسز. مزيان, دونك في الكاد ديالنا الا بغينا نخدموا بواحد الكونديشنز ونقدروا دوك الفيرتشوال فاليو ديالهم نخدموا بها اما وسط فيريبل ولا نخدموا بها وسط الكوري بريسز في رياكت ولا نخدموا بها في واحد الكال اللي غنحتاجوا اكسبريشن غادي نخدموا بهاد الترنري كونديشنز اللي غتخدم بالترنري اوبريتورز. اوكي تقريبا هما فحال الكونديشنز غير السنتاكس ديالهم تيكون شورت وميمكنش دير فيهم واحد البيزنس لوجيك اللي هي تو كومبليكيتد. بعض الخطرات كتكون عندنا واحد البيزنس لوجيك اللي هي سامبل كنحتاجو غير هاد ترنري اوبريتور اللي هي واحد الكونديشن كتكون قصيره وكتشوف لنا فالور وحده ونستوكيوها فيما بغينا. مزيان ابا نشوفو بعدا كيفاش كيتكتب هاد السنتاكس ديال ترنري اوبريتورز. نشوفو هاد الكود اللي عندنا. عندي واحد الفيربل اكسس لود اللي غادي تشوفني اما ترو ولا فولس. هاد الكا غتشوفني اما ترو ولا فولس يعني غتشوفني لي واحد البولين يعني بغيت ندير واحد التيست ونستوكي مثلا في هاد الفيريبل هي اكسس الود ريتيرن الفاليو ديال الكونديشن. اوكي كيفاش كتكتب بعد هاد ترنري اوبريتور وشنو هو السينتاكس اللي كيحددها؟ اول حاجه باش نكتبوا ترنري اوبريتورز كاينين جوج ديال الاوبريتورز اللي مهمين. عندنا هاد البوان دانتيروغاسيون. اوكي قبل ما نمشيو لهاد لابار, هاد لابار كتعتبر كونديشن وغنشوفوا علاش. دونك عندنا لابار الاولى اللي هي البوان دانتيروغاسيون. الا كانت الكونديشن ديالي كتشوفني ترو اوتوماتيكمون غيكزيكوتي لي هاد الكود اللي هنايا. الكود اللي هنا يقدر يكون شاند كاركتير اي حاجه واحده اخرى, هاد ترو انا غير درتها اكسبري. دونك وهاد دو بوين الا كانت الكونديشن ديالنا كتشوفني فولس. ولكن شنو هي هاد البار؟ فين كنكتبوا الكونديشن ديالنا؟ كنكتبوا الكونديشن ديالنا في هاد لابار الاولى. فهاد الكا عندي الكونديشن هي ايج كبار او greater than 18. كتعقلوا بان هذه واحد التيست ولا واحد الكومبيريزن يعني كنكومباريو واحد الفالور ديال واحد الفاريبل مع واحد الفاليو. دونك الكونديشن في ترنري اوبريتور اوليو في الاف ستيتمنت كنخدموا باف وكنحلوا ذوك البارانتيزيس وكنديروا الكونديشن ديالنا الوسط. فهاد الكا ما كنحتاجوش كنكتبوا الكونديشن ديالنا ديريكت. فهاد الكا ايج از greater than 18 ولا كانت هاد ايج بصح greater and greater than 80 اشنو غادي greater than 18 اشنو غادي تشوفني ليا غتبقى تشوفني ليا ترو. دونك الا كانت هاد الكونديشن اللي هي age is greater than 18 ولا age كبر من 18 صحيحه دونك نعتبروا اجي نعتبروا بان age كتساوي 19. اوكي الا كانت age كتساوي 19 ولا ستوكينا في هذيك الفالو اللي هي 19 واش كبر من 18 هذا هو التيست او نيفو ديال الكونديشن ديالي. اه دونك شنو غتبقى تشوفني ليا غتبقى تشوفني ليا ترو. ولا كانت في الكال اخرى مثلا ايج ستوكيت فيها واحد الفالور اللي هي 7. اوكي واش 7 كبر من 18 اونيفو ديال هاد الكونديشن؟ لا. دونك شنو غتشوفني ليا؟ غتمشي في الترنري اوبريتور الثاني وغادي تخدم بهاد لابار اللي هي فولس. دونك الا تشوفنات ليا فولس هاد الكونديشن كتمشي لهاد لابار ولا تشوفنات ليا ترو كتمشي لهاد لابار. دونك الكونديشن عندي بحال كنكتبها سامبل بحال ديك الاف ستيتمنت غير هو الكود ديالها شورت او كتكتب فلين وحده. دونك الكونديشن ها هي هنايا الا كتبت تشوفني ترو كيدخل لهاد البلاصه بار كونتر الا كانت كتبت تشوفني فولس كتفي لهاد البلاصه. مزيان الكود اللي كيتيكزيكوتا هنا تقدر دير اي كود بغيتي تقدر دير حتى شانت كاركتير ولا اي حاجه وغادي نشوفوا اكزامبل ديال الكودين في الاخر ديال هاد اللسن. مزيان ابا نشوفوا كيفاش نقدروا نكتبوا ترنري تشينز. اش كنعني بترنري تشينز؟ كيف ما شفتوا في الاف والالس اف الا بغينا نديرو بليزيور تيست على واحد الفيريبل مثلا كنديرو تشينز كونديشنز ولا كونديشنال تشينز. شنو كتعني اف الس اف الس اف ولا شحال ما بغيتي ديال الالس اف على حسب ديال التيست اللي بغيتي دير نتايا والفول باك اللي هو الس. فهاد الكا حتى هو نقدروا نكتبوا فيه هذا الكود ولكن بالترنري اوبريتورز. كيفاش نقدروا نخدموا بهاد الترنري تشينز كيفاش كيتسمى؟ ارا بعدا نشوفوا السينتاكس ديالنا هنايا ونحاولوا نتخيلوه فحال واحد الكونديشن اللي مكتوبه بالاف وبالالس اف. فين عندنا الاف في هذا الكود هنايا؟ ايج از ليس ذان 3 دونك ايج اصغر من 3 اصغر قطعا من 3. ايج راه ديجا هنايا في هذا الكود عطيتها واحد الفالور 18.
اوكي قبل ما نشوفوا كيفاش كيتيكزيكوت هذا الكود راه نشوفوا هاد لابار شنو هي. هاد لابار هي الاف. دونك الاف في الكونديشن الاولى ديما المدخل في الكونديشنز خاصو يكون هي ديك الاف. دونك ديما تخيلوا في تيرنري اوبريتور الا كنا باغي نديرو مالتيبل الس اف ولا ويفر ولا مالتيبل كونديشنز في تيرنري تشينز ديما الاولى غادي تكون هي الاف. مزيان هذا الكود اللي غادي تيكزيكوتا الا كانت هاد الكونديشن صحيحه. هذا الكود الثاني اللي هو age is less than 18 هذا هو ال else if. دونك في ternary operator ما جيش درت ديريكتومون في حل syntax اللي كان سامبل من قبل. هذه راها سامبل فيها غير if وفيها ولا كانت true ولا false. بار كونتر هنايا عندي multiple else if يعني بغيت ندير multiple conditions بغيت ندير multiple tests يعني بغيت ندير plusieurs tests على هاد age. else if عندي في هاد الكاهية age is less than 18. تيست تاني بغيت نزيد ايلس اف واحد اخر ولا بغيت نزيد نتيست واحد اخر ايج از ليس ذان 100 ايج صغر من 100. دونك شنو عندي هنايا اف وايلس اف وايلس اف. مزيان الكود اللي كيتيكزيكوتا في الاف الا كان صحيحه ولا في الكونديشن الاولى وهذا الكود اللي كيتيكزيكوتا الا كانت الكونديشن صحيحه اللي هي الثانيه وهذا والكود اللي كيتيكزيكوتا الا كانت الكونديشن هذه الثالثه صحيحه وهذا. دونك بالنسبه لينا غادي تكون كونديشن هنايا وحده صحيحه وغادي تيكزيكوت الكود ديالها. الا ما كانت حتى شي كونديشن صحيحه الا كانوا هادو كاملين كيبغيو لنا واحد الفولز غيطيح فين غيطيح في الفول باك. الفول باك اللي هو الالس وغادي تيكزيكوت هذا. كيف ما كتشوفوا باش خدمنا خدمنا بالتيرنري اوبريتورز اللي هو البوان دانتيروغاسيون ودو بوان باش نكرييو واحد التيرنري تشينز ولا كيف ما كنسميوهم مالتيبل الس اف. مزيان راه نشوفوا بعدا هذا الكود شنو غادي يبعثولنا لينا. ايج عندي صغر من 3 ايج شنو عطيتها كفاليو عطيتها 18. دونك شنو غادي يكون لو تيست الاول هنايا اللي هو ديال الاف غيكون واش 18 صغر من 3 لا 18 راه اكبر من 3. دونك شنو غادي تشوفني ليا فولس. مزيان دونك ما غاديش اكزيكوتاش هذا الكود اللي هنايا غيكمل الكونديشن ديالي. فين غادي يمشي غادي يمشي للكونديشن الثانيه اللي هي ايج صغر من 18 ايج غتبقى في بلاصه 18 و 18 غتبقى في بلاصه. دونك واش 18 صغر من 18 لا دونك غتشوفني غتشوفني فولس. شنو غادي يكمل البروغرام ديالو دونك ما غاديش يمكن ليه هنا نكزيكوت هاد هيلو تما غادي هابط خاصني حتى تشوفني ليا الكونديشن ديالي ترو. دونك غادي نهبط للتيست الثالث اللي هو ديال الاس اف كيف ما الا بغيتو تعتبروه وتخيلوا ديروا هاد المنتال ايمج اللي تقدر تعاونكم الا كنتوما كتقدروا تعقلوا على هاد التيرنري تشينز تقدروا تخدموا بهاد المنتال ايمج ديال اف والس اف في دماغكم باش تخيلوا هديما واحد الكونديشن. من بعد ايج قلنا صغر من 100 اشنو غادي نقدروا نديروا باش غادي نبلاصيو ايج ب 18. مزيان واش 18 صغر من 100 اه دونك اش غتشوفوني ترو. دونك ملي غتشوفنا ترو شنو غادي يطرا خاصو يتيكزيكوت الكود ديال هادي جريدينغ. دونك شنو افيشات لينا افيشات لينا جريدين. دونك الفالور اللي غادي هنا غتستوكا او نيفو ديال الميساج غتكون هي جريدين. علاش ما مشاتش لهاد وارن يوزوال ايج يوزوال ايج علاش ما تستوكاتش هادي ولا علاش ما تبعتوناش هادي لان هادي كيف ما قلنا كتعتبر فول باك كتعتبر ايلس. الا بغيت هادي هي اللي تستوكا لي او نيفو ديال الميساج خاص هادشي كامل يبعتوني فولس. ولكن في هاد الكا راه بتشوفنات لي هاد الكونديشن الاخرى اللي هي ايج از ليس ذان 100 بتشوفنات لي ترو اوتوماتيكمون عطاتني جريدينغ. يعني اون فوا وحده تبتشوفني لي ترو غات اكزيكيوت الكود ديالها وغادي تستوكا في هاد الميساج. دونك كانت هذا كان هذا واحد المدخل على تيرنري تشينز. غنشوفوا دابا الكودينغ. نديرو التيست الاول ديال تيرنري اوبريتور تيرنري اوبريتورز وغادي نديرو تيست واحد بحال كاينه اف وحده. اوكي غنكري بعدا واحد الفيبل ايج وغادي نعطيها مثلا 11. مزيان وغادي نكري واحد الفيريبل اكسس لود. هاد الفيريبل شنو غادي تستوكا فيها غتستوكا فيها فتشوفنا الفاليو. الا كان الايج كبر مثلا من 18 كبر من او تساوي 18 غادي يقول لي هي. الا ما كانش الا كان قل من 18 اوتوماتيكمون غيقول لي يو ار نوت لود. دونك اول ما دبل كونديشن ديالي هي الاولى دونك ايج الا كانت كبر من او تساوي 18 دونك شنو غادي يعطيني الا كانت ترو دونك كنخدم بهاد البوان دانتيروغاسيون غتعطيني هي. الا ما كانش الود ولا كانت الايج دونك صغر من 18 شنو غادي يعطيني هنايا يقول لي يو ار نوت الود. مزيان عندي واحد ديكريز الكود هنايا. دونك شنو عندي هنايا اكسس الود ايج كبر من او تساوي 18 الا كانت ايج كبر من او تساوي 18 ستوكي لي هاد هي فهاد الفيربول. إلا كانت age automatically كبر من 18 كتبغي تشوفني false.
تيليل هذه you are not allowed or stalk هنا. دونك سا ديبون ديال الكونديشن سا ديبون ديال الفاليو اللي غادي تستوك. اشنو عندي انا هنايا؟ عندي ايج 11 اوتوماتيكمون هذه غادي تبان لي فولس. علاش؟ لان 11 ماشي كبر من 18 كيف ما كتشوفوها هي فولس. ولا درنا واحد الكونسول لوك لهذا الاكسس اكسس لود غادي تشوفوا بانها بشونات ليا يو ار نوت لود. علاش؟ حيت عندي 11. إلا جيت هنا مثلا درت 17 نفس المشكل يو ار نوت الاود لان 17 ماشي كبر من او تساوي 18. إلا جيت درت 18 غادي تعطيني هي. علاش؟ لان 18 ماشي كبر من 18 ولكن تتساوي 18. إلا درت 19 غتعطيني هي. دونك اي فالور كبر من 18 غتعطيني هي، اي فالور اقل من 18 غتعطيني يو ار نوت الاود. ندير دابا التيست الاخر ديالي اللي فيه ترنري تشينز. شنو غادي نخدم؟ غادي نخدم بواحد الفاريبل ايج وغادي نعطيها 18 نعطيها 18 وغادي نخدم بواحد الفاريبل ميساج اللي غادي نستوكي فيها واحد الفالور ديبون المالتيبل كونديشنز. كيف ما كتعرفوا تشيرنري تشينز غادي نخدم بمالتيبل كونديشنز ماشي كونديشن وحده. دونك الكونديشن الاولى اللي بغيت نتيستي الا كانت ايج صغر من 3 اوكي شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني هي بيبي مزيان. والكونديشن الثانيه ما بغيتش ندير غير كونديشن وحده، عندي كونديشن وحده اخر دونك غنخدم بهذا الدبو هنا ديريكتومون غندير ايج از ليس ذان 18 ولا ايج صغر من 18. دونك الا كانت صحيحه هاد الكونديشن غنخدم بوينت انتيفوكاسيون باش اكزيكوتي ليا ولا باش توكي ليا هاد الفالو ليا هالو مزيان. ولكن واخا هكاك بغيت نزيد كونديشن وحده اخرى دونك ما كافينيش جوج، بغيت نزيد الثالثه لان كيف ما شفنا ترنري تشينز بغيت ندير مالتيبل كونديشنز ولا مالتيبل تيست ثلاثه ديال لي تيست على هاد ايج. دونك التيست بالنسبه لي في هذا الكا غنخدم بدو بوين وغندير التيست ديالي اللي هو ايج صغر من 100. شنو غادي تافيشي لي هادي ولا شنو غادي اكزيكوتي؟ غاتكزيكوتي ليا جريدينغز مزيان. دونك بوان ديكسكلاماسيون هنايا اي الا ما كانت حتى شي وحده في هاد لي تيست كتفشوني ليا تشو غادي نمشي للاخرى اللي هي كتعتبر ايلس وغادي نستوكي واتس ان انيوجوال ايج مزيان. غادي نشوفو هنايا الا درت واحد كونسول لوغ ايج هادي اش كتبات تشوفني وهادي اش كتبات تشوفني فولز، هادي كتبات تشوفني فولز وهادي بوحده اللي كتبات تشوفني تشو. دونك اوتوماتيكمون غادي تعطيني واحد الكونسول لوغ الا درناها الميساج غتعطيني جريدينغ. هادي هي الفالور اللي غادي تستوكا في ميساج. الى مشيت هنايا ودرت كونسول لوغ ميساج غتشوفوا بانها عطاتني جريدينغز. الى درت هذه مثلا حتى هي رديتها فولز شيها هاي طاحت في الفول باك اللي هو الالس عطاتني وان يوزوال ايج. الى مثلا بغيت غير هاد الاولى اللي تكون ترو اوكي الى بغيت هاد الاولى مثلا تافيش ليا هي بيبي غنجي هنايا مثلا غندير جوج وكيف ما شفتوا هنايا ها هو دار ليا هاي بيبي لانه اون جينيرال ها انتم كيف ما كتشوفوا هنايا الكود كامل عاطيني بيض هنايا في الديباجر كنخدم كوكا اكسبريس عطاني هنا كوم كوا هذا الشيء كامل ما تيكزيكوتاش اون فوا عطاتني هذا تشو صافي حبس صافي هاد هاي بيبي هنايا استوكها في مسج صافي وحبس البروغرام. دونك كونسول لوغ مسج عطاتني هاي بيبي. دونك سا ديبون ديال اللي كتبت شوفني تشو كيحبس البروغرام وكيشدك الفالور وكيستوكيها في الفاريبل وهذا كان واحد المدخل على تيرنري تشينز وتيرنري اوبريتورز.